هون بفيديو اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن مثل ما قريتوا اوريدي بالعنوان كيف جبت 97% بالبكالوريا وانا مبسوطه. بس قبل ما نبلش بالفيديو حابه اقول لكم كذا شغله. اول شغله بليز ما تنسوا تشتركوا بقناتي تحت وتضغطوا على الجرس اللي جنب زر السبسكرايب عشان يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وثاني شغله حبيت اقول لكم اياها انه انا صرت عم بعمل نيو هيك سيريز على قناتي اللي هي فيديوهات هيك شوي مختلفه ومصوره بطريقه يعني شوي احترافيه اكثر. فححط لكم اياها فوق مشان تشوفوها. لهلا صرت عامله بس فيديو واحد بهي السلسله بس ان شاء الله اكيد حينزل فيديوهات جديده ومختلفه كمان. ترقبوا هذا النوع من الفيديوهات وبلا ما اطول عليكم خلينا نبلش بالفيديو. اول تب فيني اقول لكم اياها هي دراسه كل درس بدرسه لانه ما بتدقوا قديش هي الفكره مهمه وقديش عن جد يمكن هاي اهم سبب اللي خلاني اجيب العلامه الحمد لله يعني بالبكالوريا وان شاء الله كلكم بتجيبوا هيك واحسن. ما تخلوا الحافز انه انتم تدرسوا هو الفحص او المذاكره. يعني انا مو بس بدرس لانه هلا عندي فحص، ما بس بدرس قبل المذاكره، خلص اليوم اخذنا الدرس انا فهمته، مثلا اخذنا درس فيزياء فهمته بالصف، لسات المعلومات علقانه بذهني، برجع على البيت بدرسه. اول شيء بياخذ معكم وقت اقل، ثاني شغله بصير بيعلق بذهنكم وخلص ان شاء الله بيضل معكم، ومنه انه بتخلص تخلصوا منه بتقيموه على جنب وبتبلشوا تدرسوا بالاشياء اللي بعدها. فهي التب عن جد قد ما قلت لكم انه مهمه 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 هي كثير مهمه. فهي كانت اول تب. ثاني تب فيني اقول لكم اياها هي تدرسوا مثلا ماده بتحبوها ماده ما بتحبوها مشان ما تملوا من الدراسه. يعني مثلا بتحبوا كثير الماث بس ما بتحبوا مثلا البيولوجي، بتدرسوا ماث بعدين بيولوجي بعدين بتدرسوا ماده ثانيه بتحبوها مثلا لنفرض عربي. ف تدرسوا مادة بتحبوها مادة ما بتحبوها بعدين مادة بتحبوها، فإنه تدرسوا مادة ما بتحبوها بتقولوا يلا أنا بعد هلا حأدرس هي الشغلة هي ممتعة هي بحبها. فهيك شوي يعني بتحسوا حالكم إنه ما كثير طول الوقت مالين، ما طول الوقت عم تدرسوا شيء ما بتحبوه. فبحس هي الفكرة كثير كثير مهمة إنه تاخذوها بعين الاعتبار. التب الثالثة هي يعني قريبة شوي على فكرة إنه تدرسوا درس أول ما تاخذوه، هو إنه تبلشوا دراسة اول ما ترجعوا على البيت. يعني مثلا رجعتوا على البيت خلص تغدوا ودغري بلشوا بالدراسه. لانه انا كثير مثلا بعرف من رفقاتي انه بيرجعوا كانوا على البيت بضيعوا وقت على التليفون، بضيعوا وقت مدري شو عم يعملوا. انا ما عم اقول انه ابدا ما ضيعوا وقت، بالعكس البريكات يلي بتكون بين الدراسه كثير مهمه للواحد يتنشط ويرجع يتحمس للدراسه. بس ما تكون اول ما ترجعوا، يعني خلص رجعتوا انتوا اوريدي كنتوا على الطريق وبعدين تغديتوا، يعني هي مثل تعتبر بريك صغير، بعدين دغري بلشوا دراسه مشان ما ضيعوا وقت. وبعدين بين الماده والماده بين الدرس الاول والدرس الثاني فيكم تاخذوا بريكات بسيطه وهيك بيكون يعني احسن بكثير. اوكي، رابع فكره اللي هي عن جد كثير مهمه هي انه ما تخلوا حكي الناس ياثر. يعني مثلا خصوصا بالبكالوريا انه البكالوريا هي كثير صعبه، البكالوريا هي هذا الوحش اللي كل الناس تحاول انه يعني هيك تبعد عن فكرته انه لا ما بدنا بكالوريا كثير صعبه. كل الناس عندهم هيك فكره براسهم بس هي ابدا ما لها صحيحه، لانه البكالوريا يعني عن جد عن جد 50% وهم و50% دراسه. يعني بس يعني فعليا هي بس 50% اللي انتم هذا ان شاء الله حتى ما رح تتعذبوا فيه، انه حتى الدراسة هي مالها كثير يعني صعبة مثل ما الناس بتقول. فعن جد عن جد اهم 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 شيء انه ما تاخذوا حكي الناس بعين الاعتبار. البكالوريا صعبة، البكالوريا كل الناس ما عم تنجح فيها، ما عم تجمع علامات، ما عم تقدر يطلع لها الفرع يلي بدها اياه ومدري شو. فانتوا قيموا كل هالحكي من بالكم، لانه اساسا يعني حتى لو كان صحيح which is not بس انه ما رح تستفيدوا شيء. يعني بالعكس هذا الشيء حيعمل عندكم مثل احباط وحتفوتوا على البكالوريا بنيجاتيف مود. ف ابدا ما بنصحكم يعني تفكروا في، يعني هو اكيد الناس حتضل تحكي يعني ما فيكم تمنعوا هالشيء، بس ما تسمعوا لون ما تخلوا هذا الشيء يفوت لمخكم. خامس فكره بدي احكيها هي انه انتبهوا بالصف انتبهوا بالصف انتبهوا بالصف. يعني عن جد عن جد عن جد من اهم الافكار من اهم الاشياء اللي لازم تعملوها هي انه تنتبهوا بالصف، لانه عن جد عن جد يعني 70% او حتى 80% من الفهم والدراسه ثبات المعلومات بالعقل انا بعتبره يعني بالنسبه لي هو تنتبهوا بالصف. كثير بتسهل عليكم دراسه لما ترجعوا على البيت. يعني مثلا انا بعرف ناس كثير بيلتهوا بالمدرسه بضلوا مع رفقاتهم ومدري شو، بيرجعوا على البيت ممكن يدرسوا يضلوا مثلا 4 ساعات على درس كثير صغير، بينما اذا كنتوا كثير منتبهين بالصف وعم تشاركوا. اوكي، فمشان هيك يعني كثير بتسهل عليكم الدراسه وقت ترجعوا على البيت. فكثير كثير كثير بنصحكم انه تركزوا بالصف. وعن جد يعني هي شغله مجربه وكثير كان في ناس ما كانوا ينتبهوا، كان ياخذ معهم الدرس لما يجوا على البيت شي 4 ساعات او كثير وقت يعني قد ما كان، بينما يلي كانوا كثير عم ينتبهوا بالصف وكانوا عن جد يعني منتبهين بكل حواسهم، يعني مو بس مثلا انا قاعده بالصف هيك وعم بتطلع، لا. وهذا من انا الفكره ساتي بهذا الفيديو انه
وانتم تنتبهوا بالصف حاولوا تشاركوا، يعني قد ما بتقدروا شاركوا، قد ما بتقدروا حاولوا تحسوا حالكم involved باللسن اللي عم تاخدوها. كثير كثير هذا الشيء بيساعد بالثبات المعلومه، لانه انتم كمان عم تحكوا عم تشاركوا عم تشغلوا مخكم عم بتفكروا، مو بس عم تتلقوا المعلومه وقاعدين هيك. يعني هلا اكيد هذا الشيء كمان كثير مفيد، يعني لازم تنتبهوا كذا، بس كمان حاولوا قد ما بتقدروا تشاركوا وما تخافوا ابدا من انه كان جوابكم غلط او كذا. يعني بالنهايه ما حدا بيهمه، واذا كان الناس مثلا تتمسخر او شيء يعني عن جد ما تهتموا. وان شاء الله اذا بدكم بعمل فيديو انه كيف تكونوا واثقين من حالكم، اذا بدكم هيك فيديو ما تنسوا تقولوا لي تحت بالتعليقات، لانه ان شاء الله يعني بعمله. واي نوت. سابع نقطة بهذا الفيديو والنقطة الأخيرة اللي حابة أقولكم إياها بهذا الفيديو هي إنه الأساتذة، هن الأساتذة موجودين لإفادتكم، ليفهموكم، هن ليوصلكم المعلومة، هن إذا عندكم أسئلة تسألون. فكتير كتير كتير يعني مو إنه استغلوا هذا الموضوع بطريقة يعني سلبية، بالعكس يعني هن موجودين ل يعني مشاننا يعني. فحاولوا دائما تسألوا أبدا ما تخجلوا، حاولوا إنه تكون علاقتكم منيحة معهم، فممكن يساعدوكم كتير. فقد ما كانت علاقتكم منيحة مع الأساتذة فهذا الشيء ومصلحتكم، فمثلاً تحسوا إنه الأساتذة هنا عم يحطوا أسئلة صعبين ومدري شو، أبداً أبداً كل شيء عم يعملوه مشان مصلحتكم، ودائماً خذوا هذا بعين الاعتبار. وهذا كان كل شيء بدي أقولكم إياه بهذا الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. بعرف كثير هذا الفيديو كان مطلوب على قناتي، عملت فيديو شبيه فيه بالإنجلش إذا بتحبوا كمان بحكي لكم إياه فوق. تقريبا الافكار كلها يعني متشابهه، بس قلت لحالي اعمله بالعربي مشان يقدروا يستفيدوا اكثر قدر من الناس. كمان شغله حابه اعملها على قناتي هي انه ان شاء الله بصير بنهايه كل فيديو بدي احط تعليق من تعليقاتكم الحلوه، فما تنسوا تحطوا تعليقاتكم تحت بالكومنت سكشن يعني، وتعملوا لايك لهذا الفيديو وسبسكرايب وتعملوا شير لهذا الفيديو حتى يوصل لاكثر عدد من الناس. وان شاء الله بشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد. باي.